وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، وصفتم المجزرة التي وقعت في حق المتظاهرين بالناصرية بأنها عقاب لهم، حسب رأيكم هل تعاقب حكومة بغداد الناصرية على دعمها الثورة فقط أم أن هناك أبعاد أخرى لهذا العقاب؟ حياكم الله وجميع المشاهدين الكرام. حقيقة حكومات الاحتلال السابعة وكنهجي جميع الحكومات السابقة في ظل الاحتلال هي تعاقب جميع العراقيين وكأنها تنفذ البرامج التي رسمها وحددها الأجنبي، ولا سيما من قبل جارة السوري إيران التي بينها وبين أبناء الشعب العراقي عداوة قديمة حديثة، وكذلك هم ينفذون هؤلاء، يعني أقصد أعضاء هذه الحكومة ومن ارتبط بها للأسف من أجهزة أمنية وغيرها، ينفذون عن أحقاد داخلية وربما عقد نفسية عند البعض منهم نتيجة عدة عوامل سابقة ولاحقة. ولذا نرى أن هذه التصرفات هي بعيدة كل البعد عن أخلاق الإنسان العراقي و بعيدة عن حتى الأخلاق الإنسانية عموما. نعم. وعن ما تعودنا أو تعود الناس من العراقيين من عادات كريمة لا تمت إلى هؤلاء بأي صلة. ما هي أسباب ازدياد أعمال القتل في اليومين الأخيرين حسب رأيك دكتور؟ يعني هي كما قلنا، ربما ذكرنا في أكثر من تصريح سابق، أنه بما أن هذه الحكومة لا تستطيع ولا تريد تنفيذ أي شيء من حقوق هؤلاء المطالبين بحقوقهم، حقوق المواطنين المسلوبة، فإنها أي الحكومة ليس أمامها إلا اتخاذ السبيل الأمني والقمعي واستخدام العنف، لذلك تعمد إلى مثل هذه التصرفات لإرهاب الناس وربما ثنيهم عن الاستقرار بصمودهم وثباتهم ومطالبتهم بحقوق. هناك أنباء دكتور عن تحرك تعزيزات عسكرية جديدة من بغداد إلى الناصرية، يعني هل نحن أمام سلسلة جديدة من المجازر تخطط لها الحكومة في بغداد؟ يعني ربما لأنها بعد أن ارتكبت عدة مجازر في بغداد وتم تسليط الضوء على بغداد وتم كسر الطوق الإعلامي في بغداد تحديداً، ربما هي تعمد إلى مثل هذه التصرفات في أماكن أخرى ولا سيما في الناصرية التي هي أصبحت اليوم قوة كبيرة في ساند لهذه التظاهرات، وأصبح الشباب هنالك قد ترسخت أقدامهم هناك في هذه المظاهرات، لذا هي ربما تعمد إلى مثل هذه المجازر في أماكن تظن أنها بعيدة عن أعين الإعلام وبعيدة عن أعين العالم، وربما تتخذ منها أيضا من مثل هذه المجازر كنوع من إرهاب لبقية الأماكن، كأنها تقول إن لم ترجعوا إلى بيوتكم سيكون مصيركم مثل هؤلاء. لكن دائما نقول أن مثل هذه التصرفات هي قد تكون لها أثر عكسي ضد هذه الحكومة وتكون مشجعة للشباب وللشعب العراقي وللالتحاق بهذه الثورة ولمساندة إخوانهم المضطهدين والذين تقع عليهم مثل هذه الانتهاكات. بالمقابل دكتور، كيف ترون صمود أهالي الناصرية وصمودهم وتمسكهم بالثورة وأهدافها رغم كل هذه المجازر التي حصلت لهم؟ حقيقة يعني تدعو إلى الشرف الفخر، حقيقة مواقف شرف تدعو إلى الفخر والعزة، وربما ستكون مسار اهتمام من قبل المحافظات الأخرى، المدن الأخرى، القصبات المحيطة بها والبعيدة عنها، ولذا ربما هذا أحد الأسباب التي تجعل هذه الحكومة خائفة من مثل هذا النموذج، تخشى أنه ينتشر وأن يقتدي به أماكن ومحافظات أخرى، ولكن الحقيقة أن هذه العدوى عدوى إيجابية هي تمتد يوما بعد آخر إلى أماكن أخرى ولا سيما من أصحاب الغيرة والشرف، وقد زال عن عيون الناس وعن قلوبهم ما ربما خدعوا به من قبل بعض الرموز التي تسمى رموز سواء كانت دينية أو عشائرية أو غيرها، فهذا اليوم هو يوم فرقان بين كل من يريد الحق لأبناء العراق وعودة العراق إلى
حاضر إلى حضارته ومكانته وأمنه نعم. وأمانه وألقائه، وبين من يساند العدو ومنها إيران وأثنى بها في العراق. هيئة علماء المسلمين طالبت من الأحرار وكل ذي قدرة على أن يناصر أهالي الناصرية. ما هي أشكال هذه النصرة التي يمكن أن يقدمها الأحرار لأبطال هذه المدينة؟ لا يمكن أن حصر الطرق المساندة بأمثلة، وإنما كل أنواع النصرة ابتداء من الكلمة المؤيدة ونشرها بالإعلام، وانتهاء بالالتحاق بهم والوقوف معهم، وفضلا عن هذا وذاك مساندتهم بالغذاء وما يحتاجه هؤلاء الشباب في هذه المحنة، وأيضا التصدي أو المطالبة بالحق والوقوف مع مطالب هؤلاء الشباب بكل أنواعها بما فيها المقاطعة لهذه الحكومة وعدم الاستجابة لها، وأيضا عدم لا سيما عدم الاستجابة للأوامر التي تأتي إلى بعض الأجهزة الأمنية وغيرها باستهداف هؤلاء الشباب أو اعتقالهم أو أذيتهم بأي نوع من هذا من الأذى. نعم. هنا الجميع يكون يعني محاسبا إذا ما سواء استجاب لهذه الأوامر أو تراخى في عدم التصدي لها. نعم، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا.